تخيلي بشارة، انت عمرك ما خفت انك تعمل حاجة وتفشل؟ انت استمتاعك بصناعة الشيء هو ده الاجر اللي انت بتطلبه، انما ما يهمكش يقولوا اعظم كاتب، اعظم مخرج، اعظم مؤلف. لا. مش في حساباتك لا. خالص. لا انا عمري ما، هو في مشكلة في مصر ان احنا دايما عندنا افعل تفضيل، مين الاحسن؟ ده احسن واحد، احسن مخرج، احسن ممثل، احسن مش عارف ايه. انا ضد ده، يعني حتى في العالم المتقدم، ما يسمى متقدم، مفيش حاجه سكورسيزي ولا سبيلبرج ولا كوروساوا ولا، مفيش حاجه اسمها احسن. في كل واحد ليه طعمه وليه مذاقه وليه بصمته. فبالتالي انا ما عنديش، عمري ما بصيت لغيري انا احسن منه، يعني سواء على مستوى الانسان او المخرج. احنا كلنا السحر بتاعنا في الاختلاف، وان احنا بنعمل حاجات لها مذاقات مختلفة، ده الاهم. وساعات تعرفها ايه؟ لما حد بيعمل حاجة مميزة او حلوة غيري بيحفزني. احنا عندنا دايما صح. ايه، انا بعتبر ان التجاوز بيجي من الروح دي، مش روح الحقد ولكن الغيرة الطفولية، ان الانسان فيه لازم يبقى دافع ان يبقى شاطر، ان يبقى ناجح، ان يبقى متحقق. فده مهم جدا. يعني ما بتخبيش غيرتك الطفوليه لما حد يعمل حاجه او لا طبعا خالص. لا طبعا.